قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن الرئيس التركي حول تركيا إلى دكتاتورة مظلمة ويقوم بذبح السوريين والأكراد وسجن عشرات الآلاف من مواطنيه. تأتي تصريحات نتنياهو ردا على أقوال أردوغان والتي هاجم من خلالها إسرائيل على خلفية سن قانون القومية، متهما إياه بالعنصرية والفاشية، مضيفا أن روح هتلر استيقظت مجددا لدى بعض القادة الإسرائيليين. هذا القانون يطفي الشرعية على القمع والأفعال غير المشروعة ضد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين الذين يزورون القدس. الأصداء حول قانون القومية الذي صادق عليه الكنيسة مؤخرا لا زالت مستمرة، هذه المرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف إسرائيل بالدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم بعدما صادق برلمانها على قانون يعرفها على أنها دولة قومية للشعب اليهودي. ليس ثمة أدنى فارق بين هاجس العرق الآري لهتلر والعقلية الإسرائيلية التي تعتبر هذه الأراضي المقدسة عائدة لليهود فقط. إن روح هتلر الذي كان قد جر العالم نحو كارثة هائلة نراها قد انبعثت مجددا لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطرح أيضا قانون القومية خلال جلسة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. تشريع الامتيازات والحقوق الخاصة بأولئك الذين ينتمون إلى عقيدة معينة مقابل الآخرين الذين ينتمون إلى جنسية أخرى ويؤمنون بأديان مختلفة، هذا هو تشريع عنصري وخطوة أخرى نحو الأبرتهايد. ليس هذا فحسب، بل أن السلطة الفلسطينية ستتقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية في شأن هذا القانون باعتباره يشجع على الاستيطان. هذه التحركات على الصعيد الدولي تأتي بموازاة خطوات ميدانية يقوم بها المواطنون العرب داخل إسرائيل. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو سيد شلومو بروم نائب مستشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مرحبا بك من جديد. وينضم إلينا السيد مصطفى أوزجان كاتب محلل سياسي تركي عبر خدمة سكايب، مرحبا بك سيد مصطفى. أبدأ معك سيد مصطفى، كيف تقرأ تصريحات أردوغان؟ هل جاءت هذه التصريحات بجدية معارضة لقانون القومية في إسرائيل أم جاءت لاعتبارات سياسية ضيقة بالنسبة لأردوغان؟ لا، تركيا طبعا مبدئيا دائما ترفض مثل هذه القوانين التي صدرت من إسرائيل، ويعني تحتج هذه ليس أول مرة، هناك مرات عديدة تركيا احتجت على مثل هذه القوانين التي صدرت في إسرائيل من قبل طبعا زعماء الإسرائيليين في إسرائيل. يعني حتى أجيبت بلانت أجيبت كان في أيامه أيام حكمه احتج على شارون لما دخل إلى جنين أو غيرها من المدن واستباح هذه المدن. لذلك يعني في تركيا يعني الناس أعتادوا أو الحكومات متعاقبة أعتادوا على طبعا انتقاد التصرفات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين. في هذه المرة أيضا طبعا هناك حظر لحقوق الفلسطينيين، لذلك هناك انتقاد لإسرائيل، ولكن طبعا بنيامين نتنياهو انتقد أيضا الدور التركي واعتبره أن الأتراك يعملون بشكل سيء بالنسبة للأفراد، ولكن يعني هذا القانون يعود لإسرائيل، ليس المناقشة مناقشة تصرفات الأتراك، ولكن القضية قضية إصدار. نعم، لكن سيد مصطفى ربما ما أغضب الطرف الإسرائيلي، ولذلك رد نتنياهو هي الحدة في اللهجة ووصف إسرائيل بهتلر والنازية والفاشية، ربما بسبب هذه الأمور كان هناك غضب إسرائيلي ورد من قبل نتنياهو. نعم طبعا هذا القانون جائر، يعني لا يمكن تنفيذه أو تطبيقه على الفلسطينيين، حتى إسرائيل يعامل أصدقائه أو خلفائه من العرب أيضا البدو، وأيضا هناك كثير من العرب دروز بدو دروز وغيرهم أيضا
يعني هم سيعانون من ويلات هذا القانون. إذا إصدار مثل هذا القانون غير منطقي بالنسبة لإسرائيل، أيضا لا يتوائم مع مصالح إسرائيلية. بالنسبة لهتلر طبعا قضية هم يستعون من إطلاق أوصاف نعم. هتلر أو أوصاف نازية بالنسبة لإسرائيل، ولكن لماذا هم يصدرون مثل هذه القوانين؟ يعتبر أنها قوانين فصل تمييز العنصري فصل أو تمييز العنصري، لذلك أن يبتعدوا عن إصدار مثل هذه القوانين إذا كانوا لا يريدون طبعاً مقارنتهم بهتلر وغير هتلر. نعم. ليس فقط رئيس الجمهورية هو الذي يصفهم، ولكن كثير حتى أبراهام بورك وغيرهم هم نعم. وصلت الفكرة سيد مصطفى. نعم ابقى معي. نعم. ابقى معي لحظة سيد شلوم، هناك من الإسرائيليين من لا يستهجن أو يستغرب من هذه التصريحات اعتدادها على تصريحات أردوغان. نذكر هذه التصريحات قبيل الانتخابات التركية، وحتى أردوغان تحدث بأنه ربما بعد الانتخابات سوف يقوم بقطع العلاقات التجارية، تم عكس من ذلك، تركيا أعادت الملحق التجاري إلى إسرائيل. لكن أين كيف يمكن أن نضع، في أي خانة يمكن أن نضع هذه التصريحات من قبل أردوغان؟ أولا بالنسبة للقانون بحد ذاته شخصيا أنا لا أؤيده، ولا أؤيده بسبب المجتمع الإسرائيلي. أعتقد أنه لا يساهم بأي شيء للمجتمع الإسرائيلي، وقد يخلق توترا بين العرب واليهود في إسرائيل، ولا أحب ذلك. ولكني لا أعتقد أن المشكلة مشكلة أردوغان هي قانون القومية، هذا ليس مشكلته. سأكون أكثر متطرفا، سمعت المتحدث التركي ولا أعتقد أنه قرأ القانون، ولا أعتقد أن أردوغان قرأ بنود القانون، ولا أعتقد أن هذا يهمهم حتى. هذه التصريحات فقط تعكس التوتر بين الرئيس التركي وبين إسرائيل، وسبب هذا التوتر هو مختلف تماما، ليس القانون وإنما ما يحدث في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية، وبالأخص الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى تخريب العلاقات وإلى جولة جديدة من الاحتكاك والتوتر بين إسرائيل وتركيا، بعد أن كان يبدو أنه تم حل المشاكل بين الدولتين مع توصل البلدين إلى اتفاق على حل الأزمة التي خلقتها قضية سفينة المافي مرمرة. ولكن هذا يثبت أنه طالما العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين لا يوجد لها أفق سياسي يقدمنا نحو حل، سيكون من الصعب جدا الاحتفاظ بعلاقات سليمة مع تركيا بقيادة أردوغان. وأردوغان كما هو أردوغان، هذا أسلوبه، تحدثنا عن أسلوب ترامب في الماضي، ولديه أسلوب واضح ويقوم بالتهديد وإساءة الصيت، وهذا ليس بالصعب. إسرائيل ليست الدولة الوحيدة التي يتم فيها قمع وتمييز ضد الأقليات، وربما تركيا بحد ذاتها بالنسبة لتعاملها مع الأكراد. نعم سيد مصطفى، أذهب بك إلى رد نتنياهو. نتنياهو يقول لأردوغان بأنك حولت تركيا إلى دكتاتورة مظلمة، وأنت من قتل السوريين ومن قتل الأكراد ومن اعتقل آلاف المواطنين الأتراك ووضعهم في السجون التركية ومن قمع الأقليات في تركيا، وأنت لا تستطيع أن تعطي درس بالأخلاق لإسرائيل بهذه القضية. لا، هذا خارج السياق، هذا الجواب خارج السياق. أساسا إنما يكون هناك انتقادات سليمة من جانب تركيا لسياسات الإسرائيلية، هم دائما يثيرون قضية الأرمن مضت عليها أكثر من 100 عام، أو قضية الأكراد وغيرها، ولكن بالمقابل هم الذين يحاربون أصلا استقلال كردستان أو إقليم كردستان من العراق. هذا لا يستجيب، يعني لا يؤيده أي قطر من الأقطار العالم العربي، يعني هذا الاقتراع أو هذا التأييد الإسرائيلي تجاه هذه القضية، قضية إقليم كردستان على سبيل المثال. كل العالم لا يؤيد طبعا مثل هذا الطرح لاستقلال إقليم كردستان في شمال العراق، ولكن إسرائيل تتبنى
هذه الورقة. إذن إسرائيل يعني تتعامل مع الأقراط وغير الأقراط على أساس إنفصالية، وهذا لا يتعالم مع مصالح العالم العربي والإسلامي. وإذن القضية طبعا إصدار هذا القرار ليس انتقاد أردوغان لهذا القرار على أساس تركيا متمسكة بحل الدولتين، ولكن هذا طمس يعني يعتبر طمسا بالنسبة لمعالم حل الدولتين. هذا يقوله كل العالم، لا يقوله فقط رئيس رجب طيب أردوغان، أو هذا معاملة من الدرجة الثانية في الذين يعيشون تحت خط الأخطر في إسرائيل، أكثر من مليون نسمة من العرب. إذن هذا طبعا يثير حفيظة ضغينة تركيا تجاه هذا القرار. هذا هو الذي حصل. نعم سيد مصطفى، هناك الكثير من الإسرائيليين من لم يأخذ تصريحات أردوغان على مر الفترة الأخيرة على محمل الجد، لأنها كثرت هذه التصريحات قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، وعلى أرض الواقع أردوغان يعيد الملحق التجاري إلى إسرائيل ويبقي العلاقات الاقتصادية كما هي مع إسرائيل، وحتى العلاقات السياسية كما هي مع إسرائيل. والإسرائيلي يقول ربما هذه التصريحات جاءت لمشاعر أو لعواطف أطراف في المنطقة، ولا يوجد جدية من هذا، لأنه في التصريح الأخير لأردوغان بعد يومين أو ثلاثة أرسل الملحق التجاري إلى إسرائيل. نعم، ربما الإسرائيليون يعتبرون هذا ضغطات مشاعر العرب والإسلاميين والمسلمين، ربما لا يأخذون محمل الجد. ولكن تركيا ترى هذه القضية قضية تكتلات، يعني قضية فلسطينية ليس قضية للفلسطينيين فقط ولا للأتراك. لذلك هو نادى لتضامن بين المسيحيين والمسلمين في هذا المجال، لأن قضية القدس يخص الجميع ليس فقط المسلمين ولكن المسيحيين وغيرهم. بعض المسيحيين يتعاطفون مع إسرائيل ولكن بعض الآخر لا يتعاطفون معهم. إذن هذه قضية إنسانية، ولكن طبعا بمفرد بالإنفراد أو منفردة تركيا لا تستطيع أن تنفذ أشياء كثيرة. لا بد أن تكون هناك أيادي كثيرة تنضم بعضها بعضا. عندنا مثل اليد الواحد لا تصفق، لا بد أن تكون هناك أيدي كثيرة حتى تتضامن فيما بينها لتحقيق المعارك. إذن نعم، انتقاد ربما يعني مجرد انتقاد يعتبر ضغطات المشاعر من جانب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن هناك حاجة أيضا للتذكير على الناس أن هناك قضية فلسطينية وقضية قدس، أن هناك هذا القرار جائر ومتعصب بالنسبة لحقوق الفلسطينيين. نعم، وصلت فكرة سيد مصطفى أوزجان محلل سياسي تركي، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد شلومو، ربما كما ذكرت قبل قليل بأن هذا هو نهج أو نمط أردوغان بالتصريح كما هو نمط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل بحاجة نتنياهو أن يرد على مثل هذا النهج أو هذا النمط مع أردوغان وبذلك يدخل إلى هذه اللعبة مع أردوغان؟ أعتقد أن هذا ما يفعله نتنياهو، لأنه رد بحزم وبشدة لتصريحات أردوغان. على فكرة بحسب ما سمعنا قبل دقائق قليلة يبدو من جديد أنه لا يتطرقون لهذا القانون بالفعل، وبحق لأن هذا القانون لا يملك أي تأثير على إذا ماذا سيكون هناك حل دولتين أم لا أو ليس حل دولتين. هذا القانون يتطرق فقط للوضع في داخل إسرائيل وليس العلاقات مع إسرائيل أو مع السلطة الفلسطينية أو العالم العربي. وذلك فإن المسألة الأهم هي الوضع الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وأنني لواثق أنه في حال تم حل الأزمة في غزة الآن بشكل ترضي الطرفين وتؤدي لاستقرار الطرفين وتحسن وضع المجتمع في غزة، سنسمع تصريحات مختلفة. نعم سيد شلومو بروم، نائم مستشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نأتي إلى ختام هذا المساء، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده إلى المناظرة المسائية. ابقوا معنا.